ثمانية تسعود احلاسة احلاسة مارك عليا زع يا خاتي ولا ميمكنش اصحب غنديرو الغميضة وخشتة كاينة مستر مستر مشتس اوكي السلام عليكم زاز لوز مرحبا بكم في قناة العزاوي فيديو جديد وتحدي جديد اليوم كما كتشوفوا اخوتي طلعنا باش نديرو تحدي وخشتة كطير غيطلعوا تحديات هرباني اعطيني اعطيني بعدا انا واحد نطلع اعطيني هذا ديال الكبار فهمتي فهمتي سربي سربي راه التليفون غير عمر سربي ويلي 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 او او المهم انا الاول اخوتي غندير المضل ديالي سمع 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 الله الصوت ديال الشتا في المضل عرفتوا علاش لحقاش غندير لكم دابا تحدي باش نشوف شكون فيكم اللي غيجي هاد المضل الصغيور حيت كاينين ثلاثة ديال المظلات كما كتشوفوا ناري تخيل معايا هشام هذا تلا في يدك وهو نيت اللي تربح ولا ولا المهم غنديروا البطولة هما الأولين باش نبداو التحديات حيت شتا كطيح ياك ناري خلينا هكا لا 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 ندير لكم الظل ديالي واخا هشام جبد من الجيب ديالي التليفون سربي سربي هاكا علاش فيه النرف اللي جاه أكبر رقم غيختار هذا المظلة اللي بغا صافي شتا خوتي الجوع أنا الأولى علاش كبيرة أنت الأولى ابتسام سير جوج مشيتي فيها اعطيني يونس اعطيني يونس اعطيني يونس سير 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 يلا يونس تختار شنو رقم بغيت شنو المظلة هذيك نيت هذيك يلا افتحها له هشام افتحها له افتحها له المظلة كيعرف سير سير يلا وراك اليونس زيد واحد جوج ثلاثة وي يلا ديري على ستة لحقاش التحديات غنديروهم كاملين وحنا دايرين المظلات لا لا ما تعقلش عليهم ما تعقلش عليهم حيد لهم دابا اخوتي النوبة ديال هشام إلا جاب واحد شنو غيدير؟ غندير هادي لحقاش ابتسام غدي هذا يلا سير سير شوف شحال تجيب واحد ولا ما يمكنش اصاحبي واحد غيدوز معنا التحدي كامل هو داير هذا صغيرة يلا افتحها ابتسام انتي الأولى سير 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 واو برنسيسة يلا دير دير شوف واش قدك شوف سكيني شوف هو وجهه ما غاديش يعمر ولكن غير في سكو حوايجك شو دير بغيت تلعب باسكت وتسنى حتى نديرو فيها تحدي يلا انا نبداو فيها هي الاولى يلا زيد جيب كره ما تقدرش تهز هذا فياك شنو لقى هشام في المظلة ديالو زايا خوتي زايا خوتي زايا شوف يونس جيب كرة تاع هي جيب كرة دابا عرفتيش غنديرو أول تحدي غنديرو بكرة السلة في الشتا ويلي ها أنتم دابا تعرفوا كيفاش راه ديك كرة يونس شو كيضرب بها الفانيو يونس عجبوه الحال هنايا لح 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 كرة لح سير سير ويلي 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 قضية صعيبة غير بكرة خلي كرة الباسكت صعيبة شوف التحدي الأول اللي غدير هشام أجي وقف هنايا الوسط عرفتي شنو خصك دير أول حاجة ناري السلوكة ضربوني صيدوني كحزوا ليك كحزوا ليك كحزوا ليك عرفتي شنو غدير؟ شنو؟ غيخصك دريبلي بها 10 ديال الدريبل بيديك بطبيعة الحال دريبل ديال الباسكت يعني غضربها في الدص وترجع لك ضربها في الدص وترجع لك 10 المرات وخصك ما تعمرش بشتك حسك حسي عليها ابتسام يا ربي توصل هز كورتك لا 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 فازكة 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 حطها في الطراف حطها في الطراف ويلي ويلي يلا كحزك كحز هرب 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 هاكا يلا بدا هشام 10 ديال الدريبل واحد جوج ثلاثة هشام كيعرف باسكت ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة برافو بلاتي بلاتي عرفتي شنو البلان دابا علاش قلت لك هكاك باش نشوف واش السروال ديالك عمر ولا لا عمر ها غنشوف لا غير شويه يعني اللي عمر السروال ديالو بزاف هو اللي هو اللي خسر هاكا هذا التحدي الاول ومازال اكبر تحدي نديروه دابا تعرفوا شنو هو يلا شدي نوبتك ابتسام يلا نوبتك 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 ناري اخوتي تمحنا باش تهز الكره عاد انت تحيدها يلا سير شت 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 دير 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 ابتسام النوبه ديالك 10 ديال الدريبل وجامده بالمبارد بارد ولكن خصها ما تسلتش ليك هذا راه تيعرف الباسكت داكشي علاش ما هربتش ليه يلا ابتسام واحد جوج ثلاثه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود 10 سهله 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 ولكن السروال ديالها عمر بزاف كثر من ديال هشام القاضي اذا هشام هو اللي رابح دابا نشوفوا يونس بعدا واش يقدر يدير 10 ولا لا راه هو فين جاي اخوتي مضرب معاه يلا سربي 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 زيد 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 علي يا ناس شمحن لحقاش اخوتي ما يقدرش يحيد المنظل كاين سته يلا تما نيت الدريبل تما ولا تمشي بلاصتهم تمشي حداهم يلا زيد زيد يلا زيد يلا زيد دور دور شو ديروا هذه الحركه هذه دوروا دوروا بحال
دور دور زوينة انت ما تقدرش حيت هز الكرة. شوف 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 ابتسام اش كدير نايس دور ردك شي بلاصة يلا يونس 10 ديال الدريب صافي واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واو واو صدمني بلاتي نشوف السروة ديالو كحل وهو هذا التريكو ديالو عمر حيت هو قصير صدمني صافي غنعتبرو اللي ربح في هذا التحدي هو هشام لحقاش عمر السروال ديالك وعمر تريكو ديالك بالشتا ندوزو التحدي الثاني ندوزو غندوزو من كرة السلة خوتي الكرة القدم سميتي ضربة صاروخية هوب واو اسطورة سميتي دابا غنديرو بيلانتيات في الشتا ابتسام انت دابا غطاكي كور غطاكي برجليك برجليك بطبيعة الحال حيت الميضالة شادة بيديك وغيتيري عليك يونس اوكي اللي غيكون ضدك هو يونس باش ما تقوليش راه صعبني عليك ولا شي حاجة اوكي صافي هاكا وانت يا هشام غنكون انا ضدك صافي صافي يلا وجد كرة بغيتي تحزها صافي بركة تما بركة تما هاكا يلا يونس عندك جوج ديال التيرات وهي جوج ديال التيرات شوف شحال تماركي فيهم يلا سير الي يونس الي يونس الي وطاكتها شو شو طاكتها بركة شوف بلاصة الكرة بحال شي ولات حمراء مش عليك السوال ويونس كنتي غدي البيبي يا صاحبي كنتي غضربها في كرشها نسينا كان غيضربك في كرشك كنتي حالة غندير هكا غندير هكا هاك طاكي بنتي يلا سير يونس كنتي غضرب خوك عشيري وشد راسك واحد جوج ثلاثة سير ضربها في كرشها ما تقصحتيش خوك لا ما تقصحتيش الحمد لله فايت الخط فايت الخط دخلتي عند الصح راه ماشي انا اللي طاكيتها فايت عرفتي علاش حيت انت دخلتي خليتي الكور ودخلتي واحد خفت داكشي يلا سيري تيري عليه سيري عندي واحد عندك وحده محسوبه ليه شحال دابا واحد لزيرو واحد لزيرو يلا تيري ابتسام وهات بشويه على الدري والغشاشه يونس يلا طاكيها بين لي شوف شوف عندي لك واحد الحاجه طاكيها بالمنظم صافي طاكي هاد المنظم يلا صبر صبر يلا تيري ابتسام تيري اوكي غنشوف واش تقدري تماركي على يونس لا لا واحد جوج ثلاثة تيري تيري واه طاكاها واه يونس قاول بك طاكاها بالمظل ولكن خشيتي طاكيتي بالمظل شي شغلنا ديري ديري المظل علاش شتا واش شتي حمقى علاش حنا دايرين هاد الروينه كامله اوكي دابا شنو البلان غتيري عاوتاني عليه يلا سير واش دير غتماركي ان شاء الله يلا زيد واحد جوج ثلاثة زيد طاكا يونس واو جول 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 ودزت دابا انا وهشام اخوتي دابا النوبه ديالي وحيت هشام حارس مرمى معروف عليه انه كيطاكي مزيان غنفرض عليه طاكي برجل وحده وانت انا نتيري برجل وحده برجل وحده يلا هز واحد رجل هز هز رجل الطاكي باليسريه الا طاكاها باليمنيه ما محسوبهاش باليسريه صافي يديك تو ملا ماشي دري صغير انا ماشي دري صغير اخوتي يلا انا غنتيري باليمنيه يلا سير اخوتي الضربه الصحيحه شدي هو 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 فين هادشي كره واحد جوج واو دازت والله الا تيريتها برجل وحده واخا ما شتوني لا لا تيريها برجل وحده كون هاني مازال عندي المحاوله رقم جوج شوف اخوتي كيوجد راسو كيزي السروال معول يطاكيها اخوتي مول معول على خزيت انا رجل وحده بطبيعه الحال وجد راسك هشام فيشنيك ها فيشنيك برجل وحده ما فهمتش كيفاش مطاكيها تربس دابا اخوتي هو اللي غيتيري شوف شوفي ضربات يونس سير 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 لا ما تشوفوا والو اخوتي فركه ودابا هشام هو اللي غيماركي على العزاوي شو شو غيماركي واحد البيت خارق خيالي خيالي يلا سير شوف هاد خيالي اوووو واو صافي اخوتي خسرت ياك بحال عطيتي عشرات البيوت خلي الشتا تضرب فيا الله يسامح الله يسامح الله يسامح الله يسامح الله يسامح تبارك عليا بهذه الطريقه علاش خوتي قبل ما نقول لكم شنو التحدي اللي غنديروا دابا غيخصني نتراسي لهم واحد المربع ما يفوتوش يعني غندير لكم الحدود بهذا السكوتش هشام شد هذا السقف الحيط يلا سير 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 شوف هو فين غير السقف اخوتي وشدو مزيان باش ما يتحيدش مزيان بقاش هذا مزيان غنمشي هذا اخوتي حتى الجهه الاخرى المقابله ودير لنا داك الشيء ديال مسرح الجريمه يونس عاوني يا اخوتي بحال مسرح الجريمه اجي من هنا سنا زيد زيد يلا جر 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 شدو مزيان برافو يونس شي شمشاد ما عرفتش اخوتي سكوتش واش غيقدنا ولا لا شوف 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 غادي كيتقاد شتي بدا كيتقاد زيد يونس زيد وحال واش غيقدنا الجهه الاخرى جر 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 سير
برافو. ناري اخوتي ما يمكنش فين وصل. دابا غنلصقو في هاد البلاصه هادي. لصقو تما في هاد البلاصه. اي خصني نزيد ناري. عرفتي شنو الحل؟ هو نبدا حط المضل صافي. عمر بشتا ولكن غنقاد لكم الحل. عذبك الله. هذا سير شنو غادير؟ غندير واحد الحركه بحال هيا سير هيا سير. طلع طلع دوز من فوق دوز من فوق دوز من تحت دوز من تحت. ما يمكنش ما يمكنش. نقص فوق نقص فوق نقص نقص. سربي هاكا. ما يخسروش اخوتي. برافو شنو كسبت نقول لك؟ هشا مشات مزيان. هي هي جرب جرب جرب. ناري ما يمكنش. جر مزيان. غنلصقو غنلصقو ما دنيش وما يمكنش يلصق. شوف شوف هنايا الفازك ما يمكنش يلصق. زيد سكوتش ابراهيم زيد سكوتش. اه فكره ذكيه. دير ليه دير ليه زائد علامه زائد. غندير سكوتش هنايا مزيان باش يشدو اخوتي. غادي بلاصه هنا كاينه السيمه ما غاديش تشد مزيان والماء. ومحال واش غيكون سكوتش وحال عاوتاني. اكثر حاجه تقرص ديالو بعدا. اكثر حاجه كتمرض في سكوتش. ها هو لقيتو لقيتو. لقيتيه برافو العزاوي. لاباس لاباس ها هو اخوتي. دابا عاد غندير ليه هكا. كملت الدورة صافي بركة بركة تضيع لنا السكوتش. دابا حتى هاد الجهة غنديروا لها هاد العلامة ديال اكس اخوتي باش ما يتحيدش السكوتش. حيت نتوما فاش غتكونوا لاعبين ديك اللعبة اللي غنقول لكم دابا شنو غيوقع تقدوا انكم تجيو لهاد الجهة وهنا غيكون هو الحدود. شتي هاد الخط هذا كامل غيكون هو الحدود ما يخصكمش نهائيا تفوتوا. اوكي دابا الخط الثاني باش ما نتصيدش بحال قبيله شنو درت خليت هذا هكا وغندوزو تحت الشرجم. انا كطيح لك من الهيل. لا ما تخافيش هادو. برافو عاوتاني وقولوا دابا تحيد. ها برافو ما غيتحيدش. ها انتم درتو بحال الكور دابا واخا هو سكوت. بارك دابا قطع. اوكي دابا التحدي رقم 3. عرفتوا دابا اش غنديروا؟ اش غنديروا؟ التحدي علاش طلعنا للسطح؟ علاش؟ اللي هو غنديروا الغميضه واخا شتا كاينه. هاكاك ولكن ما نديروش ديك الغميضه ديال تمشي وتخبى ولا شي حاجه. غنديروا وحده صعيبه عليها. بحالاش؟ اللي هو غنسميوها غميض البيض. هكا كنقولوها حنا المغاربه. غميض البيض. غميض البيض. دابا انت هشام اشنو غدير؟ اول حاجه غنحتاجوا هذا الزيت هذا ياك باش تغمض عينيك. وغادي نحتاجوا كرونو حيت غتكون عندك دقيقه خصك تلقاهم. اوه هما فين غيتخباو؟ ما غيتخباوش شي بلاصه بعيده. غيخصكم ابتسام انت ويونس غيخصكم شنو؟ تخباو في هذا المربع اللي دابا علمت بهذا الخط الاحمر. ما نخرجوش عليه هكا. ولكن ملي غتختاروا شي بلاصه اش غديروا فيها يونس ديك البلاصه؟ نوقف انا وندير بحال هكا غيدير المظله. غنجمدو. غتوقف وغتجمد في ديك البلاصه وغيخصك تحسن الاختيار حيت هو غيكون مغمض عينيه وكيقلب غير بيديه وشتا فوق راسه بالمظل الروينه. هاعرا فهمت دابا؟ اوكي. الا ما فهمتوش فاش غنبداو غتفهموا. هشام انت الاول تبدا. انا الاول. اوكي شوف هشام شنو دار اخوتي. ولا راه يمكن لك تهز المظل. هزو ها هو لتحت حدا رجليك. هز شوف كيقلب على المظل. عطيه يونس عطيه ناضي. دابا المظل غيمكن لك تهزو وتقلب بيد وحده. شيل ديك اليد قداميه هاكا غتقلب وانتوما غتكونوا مخبيين. دابا هشام انت ما تحركش من بلاصتك. صافي. انتوما غنعطيكم 20 ثانيه كل واحد فيكم يختار بلاصه وسط هذا المربع يوقف فيها. صافي باش يبدا هشام يقلب ديك الساعه تلقي له كرونو دقيقه. صافي الا سالات قولي سالات. صافي يلا واحد ثلاثه سيروا انتم تخبوا. دابا سيروا تخبوا. سربي سربي تخبوا سربي. يلا يونس اختار شي بلاصه. ابتسام اختاري شي بلاصه. هشام اخوتي غيخصو يقلب في هذا المربع كامل على هشام على يونس على ابتسام. صافي كل واحد فيكم شد بلاصتو. هشام واجد واجد كرونو واحد جوج ثلاثة. يلا بدا تقلب غنشوف واش غيلقاهم ولا لا خوتي. ما يمكنش. شو جاي عندي تابعني انا. لا لا الهي انا الهي. زيد وقلب شويه لا تدخل في هاد البوطوات وهاد الشيء. لا قربت ليه قولها ليا. لا ما تخليش انايا لا قربتي ليه ولا قربتي ليها شدها. يلا سير. ها هو كيقلب اخوتي غادي مع الحيط. لقى اول واحد. ناري اخوتي لقى يونس. ما عندي ما ندير لك يونس. تخبيتي في بلاصه واضحه صاحبي. باينه. يلا سير 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 قلب في بلاصه اخرى. ها هو هشام عاوتاني كيقلب. ناري ناري اهيا انت واش كتشوف ولا شنو؟ وراه كنحس. ومشيتي لهادي ديريكت يا صاحبي. وراه ما كتشوفش ياك؟ والله ما كنشوف. لا واش متاكد؟ والله ما كيشوفش اخوتي. درت ليه التجربه. ها ها يونس هذاك. ها يونس يونس حمقتي يا صاحبي. دير 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 المضره. شتا شتا شتا. اوكي كما كتشوفوا دابا غنشوف شحال باقي ليه ديال الوقت اخوتي. راه ما يمكنش بقات لك غير 10 ديال الثواني يا هشام. غنشوف واش غتلقى ابتسام ولا لا. واحد جوج غادي كيقلب اخوتي حدا الحيط عندك تلحم العماره.
سهلات الوان صرعتيها صرعتيها. اوكي حيد الزيف. لقيتيني يونس لقيتيه بالزربه ولكن ابتسام ما لقيتينيش. واش قالت ليه؟ انا راه خفت عليك اصاحبي فاش كنتي مغمض عينيك على طيح من هنا ولا فيها. لا 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 باين. اوكي كما كتشوفوا الوقت راه سهله دقيقه و7 ديال الثواني. هشام خسرتي التحدي. دابا شكون غيقلب؟ انا. اوه اخوتي شتا بدات كتجهد. سمعوا سمعوا الصوت. تحلق ليا ناري. دابا ابتسام هي اللي غتغمض بطبيعه الحال هي كتوجد. يا سلام يا سلام. يونس هاد المره خصك تختار بلاصه ناضيه اللي تخبى فيها. عرفتي علاش؟ حيت راه هشام لقاك بالزربه. هشام دير نظاظرك. نسيت فين غتخبى انت بلا نظاظر. هاي صدق اخوتي يتلاح من شي بلاصه بلا نظاظر. دير نظاظرك ناري العذاب مع المظلات ياك. اكثر تحدي تعذبنا فيه هو هذا. والله ابتسام دابا بطبيعه الحال تغمض. وبغيت نقول لك واحد الحاجه هشام. هاد المظله الصغيره دابا غادي تنفعك. علاش؟ حيت هاد المظله الكبيره كتفضح البلاصه ديال مولاها. كاينه. انت واشتي باش نحكم عليك الله خصك تقول الحمد لله. الحمد لله. هاك دابا وجد ليا كرونو وغتمشي تخبى. ما توركش دابا على كرونو حتى تبدا تقلب هي. يلا حسب لكم 20 ثانيه خصك تخبى انت ويونس. يونس اختار بلاصه مزيانه. واحد جوج ثلاثه يلا سير. ابتسام انت شيرو واش كتظني غتلقيهم في دقيقه ولا لا؟ غنلقاهم بجوج انا في قل من دقيقه. المهم اخوتي هما كل واحد كيقلب على بلاصه. سيف شال هي سيف شال هنا. القضيه صعيبه محال. واش غتلقي هشام ابتسام؟ هاكا صافي كلشي دابا تخبى بلاصتو. نشوف ديك الجي واش كاين شي واحد. نشوف لهذا الجي عرفتو باش كنخربق ليها الصوت اخوتي ما تعرفهمش فين كاينين. اوكي واحد جوج ثلاثه هشام طلق كرونو. ابتسام تبدا تقلب. يلا سير طلق كرونو. طلق كرونو. عرف. يلا بدا تقلب يا ابتسام. زيد برافو ابتسام. رجلين. لا لا رجلين غير اليدين غير اليدين. اوكي الوقت راه غادي يا ابتسام خصك تقلب فيه. زيد 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 برافو ابتسام. لقيتي هشام في البلاصه. دابا بلاتي نقول لكم عرفتي يلا قصوا قصوا بصبعي الصغير. ما تاكدش صحاب من نتايا عاد تاكد. وانا كنهضر من اللي ابتسام صحاب كان شحال داز ديال الوقت ولقاتك ما عرفتش 30 ثانيه. دابا خصك تقلبي على يونس. انا نطير نطير. لقيتي فيا طالع الفوق ومعذب راسك. يلا طير طير طير. دابا تخسر. فين كان طالع؟ نعم فين كان طالع؟ واش تي قصتي كاع ما عرفتي فين طالع؟ اويلي قلبي دابا راه بقات لك 10 ثواني ولا 15. في الحيط. لا 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 غتخرجي الحدود غتخرجي الحدود. هاك صافي خرجتي الحدود. ولي تحكي في السكوتش. باش نفهم فين كاينه نيت مزيان. هاك كانت عرفتي فين كاينه. لا لا الوقت دقيقه. اويلي ما لقيتيش يونس. والله الا كان قريبيه. لا لا بعيد عليك بعيد عليك. انت شوفي فين كنتي. انت كنتي في الحدود الهيئة. شوف انا كنت فين راسك. كان هي هنا مخبي هو. دير الميدالة صعيبة صعيبة تكون مغمض كتقلب. انا راه قلت غنربح في شي حاجة. لحقاش المساحة واخا كبيرة. هاكا دابا اللي غمض هو يونس. يونس اخوتي مغمض وكيشطح. ما عرف واش غيلقاهم ولا لا. هشام واجد واجد. ابتسام واجدة واجدة. كرونو واجد واجد. يا سلام. يلا عندكم 20 ثانية سيروا تخباو فيها. واحد جوج ثلاثة يلا سيروا قلبوا على شي بلاصة. قلب يونس باقي ما غتقلبش تنقولها ليه. وعندك دقيقة. واش كظن غادي تلقاهم؟ غتلقاهم. واش فراسكم حتى واحد ما ربح التحدي لحد الان اخوتي؟ ها هما دابا كيقلبوا على شي بلاصه فين يتخباو. يا سلام كل واحد شد بلاصتو. وجد راسك يا يونس. ما كتشوفش ياك ما كتشوفش؟ نشوف. لا ما كيشوفش اخوتي. يلا طلقوا لي كرونو. واحد جوج ثلاثه يلا بدا تقلب. سير عندك 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 الحيط 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 وين دخل في الحيط. يلا قلب برافو يونس. شوف اخوتي يونس كيقلب في الحيط. زيد زيد شو 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 علاش كتقلب؟ واش كظن غتلقى شي واحد تما؟ زيد زيد لقيتي شي واحد؟ لا ما لقيتي والو. قلب مزيان اولدي. زيد الي يونس الي يونس شو غادي مع الحيط؟ زيد لقى اول واحد. حيد هشام من الطريق. حيد اول واحد هشام. زيد سربي يونس راه ما كاينش الوقت. زيد مازال كتقلب في هذيك البلاصه. قلب بلاصه اخرى. سربي 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 سربي. ناري اخوتي راه ضاع ليه الوقت. هو مازال تيقلب. ما عرف واش غتكون سالات دقيقه ولا لا. هشام واش كتظن غيلقى ابتسام؟ محال. سير سير سير. زيد الي يونس الي يونس الي يونس. ولقى ابتسام. لا لا بزاف. واش فراسك مشى لذاك القند ديريكت غادي للحيط؟ بزاف. شحال داز ديال الوقت؟ سهل عليه الوقت. ومازال مازال. اذا اللي ربح الغميضه هو يونس. شتي انا كنقلب.
بصحتك الله يلا صح زرب عليكم الله يلا بصحتك. اوكي خوتي حد هنا غير خصنا ننزلوا لحقاش ابتسام مريضه خوتي ديري المنظر وديري المنظر كاين الشتا دابا ابتسام مريضه وفي نفس الوقت الشتا ما خصناش نلعبوا فيها ياك لحقاش راه يضربنا البرد صافي غير ضربنا البرد نشوفوها نطلعوا عليها ولكن ما نلعبوش فيها اوكي مشينا ننزلوا يلا كنتمنىكم عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك اشتركوا في قناه فعلو باش يوصلكم الجديد ها ماشي فيديو طلعوا لكم هنا ديال العزاء فاميلي تا هما تفرجوا فيهم باي باي يلا ينسى يلا ينسى.